يجب علينا أن لا نتراخى وأن لا نبتعد عن هذا الطريق. لكل معتقل يفرج عنه يجب أن نكون في المقدمة لنزف هذا المعتقل ليشعر الآخرون بإطمئنان، ويشعر الآخرون من هم خلف القضبان بأن هناك من ينتظرهم بلهفة عند خروجهم، وهذا في حد ذاته متنفس لهم عندما يشعر بأن هناك مجموعة كبيرة بل جماهير غفيرة احتشدت لتستقبل هذا المفرج عنه. بلا شك هو شعور يريح نفسية هذا المعتقل الذي يقبع خلف القضبان. عائلة هذه العائلة، نعم، وأمثالها من العوائل المضحية، هي مدرسة نتعلم منها الكثير، نتعلم منهم كيف يكون الصبر في أبهى صوره وأجمل معانيه، كيف يكون الصبر جميلا، صبر الراضي بقضاء الله وقدره، صبر المحتسب عند الله رغم الألم والمعاناة. نتعلم منهم كيف يكون المؤمن ثابتا على مبادئه في السجن ولمدة طويلة رغم ألم فقد الحرية، فهو مؤلم شديد الألم على الإنسان. نحن رجاءنا من رب العالمين، نجدد مباركتنا إلى أخينا الذي قضى 5 سنوات خلف القضبان لا لشيء وإنما لمطالبته بحقوقه. هناك شباب يرزخ ويخسر من عمره، شباب في سن 15 يحكم ب200 سنة و250 سنة. تحية إجلالا وإكرام إلى شهداءنا الأبرار، وتحية إجلالا كذلك وإكرام إلى معتقلين الأحرار، وألف تحية وتحية إلى عائلة المفرج عنه صديق العزيز جاسم أبو زهراء الذي قضيت معه أشهرا جميلة والله، ولا أنسى يعني أخلاق صحيح ربته هذه العائلة تربية فوق المستوى يعني، والحمد لله رب العالمين. رأيته اليوم مفرج عنه، وأتمنى من الله العلي العظيم العلي القدير أن أرى جميع المعتقلين يفرج عنهم ونفرح تلك الفرحة العظيمة إن شاء الله، وهذا ليس ببعيد ما دام هذه الوجوه كلها موجودة. نأمل من الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. ولن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع إلا لله، لن نركع